هنا كانت نهاية الرحلة اللي قامت بيها المومياويات الملكية من قلب عاصمة مصر القديمة الأقصر لقلب عاصمتنا العريقة القاهرة، هنا في المتحف المصري في ميدان التحرير اللي تم افتتاحه سنة 1902، ولحد النهاردة يعتبر واحد من أهم وأشهر المتاحف في العالم، وبيضم أكتر من 100,000 قطعة أثرية بتحكي تاريخ الحضارة المصرية العظيمة واللي امتدت لآلاف السنين. أكتر من 100 سنة والناس بتيجي هنا من جميع أنحاء العالم عايزة تعرف إيه الحكاية، حكاية حضارة علمت البشرية معنى التمدن، العلوم والفنون، الهندسة والطب والفلك، قدمت البشرية أول نموذج حي لدولة قوية أساسها العلم والإيمان. المصريين القدماء كانوا مؤمنين بالروح وخلودها وحياتها الأبدية بعد الموت، وده خلاهم يبدعوا في حفر وتزيين مقابرهم وكمان فنون التحنيط وحفظ المومياوات. ومع ظهور علم المصريات وأعمال بعثات الحفائر العلمية في مواقع الآثار المصرية تم اكتشاف آلاف المومياوات، لكن سر التحنيط فضل لوبس حاير العلماء وأبهرهم لسنين طويلة. كالعادة مصر بتبهر العالم من جديد بحدث مذهل بكل المقاييس، 22 مومياء لأعظم ملوك وملكات مصر يتم تجهيزهم لرحلة أسطورية لينطلقوا من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط. المومياوات الملكية اللي هتتنقل تم اكتشاف أغلبهم في خبيئتين، خبيئة الدير البحري داخل مقبرة في الجبل بالدير البحري غرب الأقصر، وتم الإعلان عن اكتشافها سنة 1881. في سنة 1898 تم اكتشاف الخبيئة الثانية في مقبرة أم الحطب الثاني بوادي الملوك بالأقصر. مومياء الملك سقن الرع هي أقدم المومياوات في الموكب. الملك سقن الرع بدأ حرب التحرير ضد الهكسوس، وابنه الملك أحمس هو اللي قدر يطرد الهكسوس، وهو اللي أسس الأسرة الـ18 والدولة الحديثة، وباقي الملوك والملكات في موكب الرحلة ينتموا للدولة الحديثة. نفس الموكب الملكي بيضم مومياء الملكة أحمس نفرتاري وابنها الملكة أمنحتب الأول، والاثنين تم تقديسهم لسنوات طويلة بعد موتهم. وكمان في مومياء الملكة حتشبسوت واللي أرسلت أشهر الرحلات التجارية لبلاد بونت، وهي صاحبة المعبد الشهير بالدير البحري بالأقصر واللي بيعتبر معجزة معمارية بمعنى الكلمة. مومياء الملك تحتمس الثالث كمان من ضمن المشاركين في الرحلة الذهبية، وده كان واحد من أهم حكام مصر على مدار تاريخها، وكان قائد عسكري عبقري. ومن المومياوات اللي حيتم نقلها في الموكب الذهبي مومياء الملك تحتمس الرابع، وهو اللي قام بوضع لوحة عند صدر تمثال أبو الهول في الجيزة تحكي إزاي وصل العرش. حكالنا فيها إنه شاف أبو الهول في الحلم، واللي طلب منه إنه يشيل الرمال اللي كانت مغطية التمثال، ووعده إنه مكافئته هتكون جلوسه على عرش مصر، وقد كان، وخلف تحتمس الرابع والده أمنحتب الثاني على العرش. ومن ضمن المومياوات الملكية في رحلتنا الأسطورية مومياوات الملكة أمنحتب الثالث وزوجته تي، الملك المشهور بآثاره العظيمة واللي حافظ على استقرار ورخاء البلاد طول فترة حكمه. وزوجته الملكة تي هي اللي أنجبت له الملك الشهير أمنحتب الرابع والمعروف باسم إخناتون. ويضم الموكب أيضا مومياء الملك سيتي الأول اللي اشتهر بمقبرته المنحوتة في الجبل، وهي من أجمل المقابر في وادي الملوك، ونقوش معبد سيتي الأول في أبيدوس، واللي بتعتبر من أجمل ما أبدع الفنان في عصر الدولة الحديثة. ومن أشهر المومياوات اللي حيتم نقلها مومياء رمسيس الثاني ملك مصر العظيم اللي حكم مصر حوالي 67 سنة بعد والده سيتي الأول. رمسيس الثاني هو صاحب أول معاهدة سلام موثقة في التاريخ البشري، وطبعا من أهم أثاره التحفة المعمارية معبد أبو سمبل الكبير، واللي فيه مناظر معركة قادش الشهيرة، واللي فيه ظاهرة دخول الشمس إلى قدس أقداسه في نفس اليوم من شهر فبراير وأكتوبر في كل سنة. ومومياء الملك رمسيس الثالث وهو تاني ملوك الأسرة الـ20، واشتهر بأنه كان من أعظم الملوك وقدر يحمي مصر من غزو شعوب البحر، وهو اللي بنى معبد مدينة هابو في غرب الأقصر، واللي بيعتبر من أجمل المعابد المصرية
وكمان من أكتر المعابد المكتملة. المتحف المصري النهاردة هيفضل في مكانه الأيقوني مفتوح للزوار من جميع أنحاء العالم عشان يستمتعوا بعظمته وجمال مقتنياته. وفي الوقت اللي المومياوات الملكية بتشق طريقها في شوارع القاهرة العريقة، في متحف تاني وجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات التكنولوجية لعرض مومياوات ملوكنا وملكاتنا بالشكل اللي يليق بتاريخهم وبحضارتهم. أهلا بكم في المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط. هو واحد من أكبر متاحف الحضارة في العالم وفريد من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط. المتحف متصمم أن يبقى مركز حضاري ثقافي ترفيهي تعليمي متكامل، بيضم قاعات عديدة مجهزة بأحدث وسائل العرض التكنولوجية ومؤمنة بالكامل. لو الصرح العملاق ده اتبنى واتجهز عشان يحكي تاريخ واحدة من أعظم الحضارات اللي عرفتها البشرية من عصور ما قبل التاريخ ولحد العصر الحديث، فوجوده بتصميمه المعماري وتجهيزاته وكل ما يمثله من حداثة وتطور في طرق العرض والتأمين والتثقيف وطرق العناية بالقطع الأثرية، نقدر نعتبر المتحف القومي للحضارة المصرية في حد ذاته قطعة عرض بتكمل الحكاية. قاعة عرض المومياوات من أهم قاعات المتحف. القاعة مصممة إن الزائر يحس كأنه واقف وادي الملوك بالأقصر بالظبط. وهنا هيتم عرضهم بالطريقة اللي بتحفظهم وتحفظ مكانتهم الملكية وحرمتهم. وزي ما حرص أجدادنا على تحنيط المومياوات الملكية بإتقان شديد، إحنا هنستمر في الحفاظ عليهم، وهيتم عرضهم في المتحف القومي للحضارة المصرية بطريقة مبهرة تليق بيهم وتعرف في أجيال الجديدة عظمة بلدنا وسر خلود أثار جدودنا. حكاية حضارة بدأت على نهر النيل من آلاف السنين، اتطورت وتقدمت، النهاردة واقفة راسها وجاية تحكي حكايتها وتقول للعالم كله مصر هي أصل الحضارة، مصر هي أم الدنيا. الرحلة الذهبية للمومياوات الملكية حدث نادر بيحصل مرة واحدة بس في العمر، حدث تاريخي بيحصل على أرض مصر. مصر العظيم بتاريخها صاحبة أعظم حضارة عرفتها البشرية بتهدي رحلة المومياوات الملكية لكل الحضارة الإنسانية.